رئيس الجمهورية قيس سعيد، نحكي لكم أخبار رابيد. جلسة عمل للتباحث في سبل دعم الشعب الفلسطيني، دونك جلسة عمل فيها مسؤولين وزراء لدعم الشعب الفلسطيني، دونك اون اكسيون، فرحانين برشا حكومة ومعارضة وشعبا. التحرك هذا اللي عجبنا في فلسطين نتوحده. يلا نولس، هيت نبدأ بمواكبة وسائل الأعلام العربية والعالمية. طوفان الأقصى، صدمة حقيقية، وصمة عار وفشل مؤلم، هكذا وصفت صحف فشل استخباراتها في التنبؤ بالهجمة الكبيرة التي عاشتها إسرائيل في 7 أكتوبر عقب استهدافها من البر والجو والبحر انطلاقا من قطاع غزة، حيث أعلنت الإذاعة مقتل قائد كتيبة الاتصالات 481 خلال اشتباكات مع مقاتلي حماس في قاعدة رعيم. مع صفرات الانذار تدوي الآن في تل أبيب، في منطقة تل أبيب الكبرى، وكانت المقاومة أطلقت رشقة صاروخية تقدر ب 150 صاروخا باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى. صفارات الإنذار إذن تدوي الآن في تل أبيب. قعدت لهم كم صفارات الإنذار؟ هذه اللحظة من الليل موجودين جوه مستوطنات واخدين رهاين. ما يحدث الآن غير طبيعي، ما يحدث الآن غريب، ما يحدث الآن لا يمكن تخيله. أنت عارف يعني إيه تعمل باراشوتات بمراوح؟ يعني ايه يبقى عندك المراكب بتاعتك وانت داخل بيها؟ يعني ايه ان انت تصل الى هذه المستوطنات اللي هي مسلحه واللي هي مجهزه واللي هي حواليها كذا وكذا، حيث قاموا باسر بينهم ضباط وجنود. فكيف تلاحقت الاحداث في الهجوم الذي وصف بانه الاكبر في تاريخ المواجهه بين الحركه و... نشير الى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. جيروزاليم بوست تقول بان تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 يزالون في عداد المفقودين. إذن يعني اسمح لي أفخاي، أنتم لديكم يعني غالبا أحدث الأسلحة الأمريكية وغير الأمريكية، وتقومون نحن درس لديكم باحث في مسألة التصنيع العسكري، وجيش تقولون عنه أنه واحد من أفضل الجيوش، ليس فقط حتى في منطقتنا المنطقة العربية ولكن في العالم. كيف تتعرضون لهذه الهزيمة التي تبدو مذلة أخاي؟ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إرسال حاملة طائرات إلى شرق المتوسط وأسرابا من طائرات F-16 و F-35. كما ده قال ستار كذير، طلعنا لهم البلوك عملنا أون تايم دو ماتش لمجرد ما يخدموا مع بعضهم. وفي هو بطبيعتهم ما ارسلت حامل طائره، معناتها شنو ما هو اللي ممكن هم اللي يعرفوه ولا يكون يجهلوه، انه الفلسطينيين وخاصه سكان غزه وفلسطين بصفه عامه، انه هالحامل الطائرات وهالطائرات وهالقصف ولا الخبز يومي، معناه ما عادش ما يتفاجعوش العباد، ما تتفجعش الناس في فلسطين. دونك هذاك علاش معناها كل ما نسمع انه عدد قتل جنود الاحتلال والمحتلين ارتفع، فنحن نبدو فرحانين، ما يخوفناش القصف ذا. وقبلنا احنا فلسطينيين بليل، سبحان الله العزيمة والإرادة اللي ربي زرعها فيهم. سبحان الله، يبدأ خو عنده زوز اخواته وابوه وخاله وعمته ماتوا في قصف واحد، شهيد. تبدا انت متاثر تحكي معاه، الصوت ونبره الصوت والعزيمه، ويقول لك باش نخرج. عاشوا تولدوا في الحرب نوفل، لا 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 حتى يتولدوا، هم يهربوا يجريوا. دوله المحتل يسمع مش ارضهم، عاشوا في الحرب ولكن بعزيمه وبرجله، بعزيمه وبقوه، ما يخافوش من الموت. فما اللي يعيش حرب ويعيش جبان، فما اللي صبيب، ولكن عندهم عزيمه غريبه. كمل نورس باش من انا والله باش نقول كلمه واحده. تفضل. انا فرحان انه الاحتلال مازال يتعامل مع الفلسطينيين هكا نتاع اللي يضربوا بالحجر قبل وعندهم الفلاش ومقلاع وكل واحد يسخل، مازالوا غادي انا لا قرا ولا لا مفاجاه ما كانش يستنى ما حدث العالم كامل فجاه كل العالم حتى احنا
وفيش سعيدة نحن. أنا وقتها نشوف في التلفزيون وكذا حاطت التلفزيون نتوقع فيها كعملية قوية نوعا ما باش يموتوا خمسة من جنود المحتل. دخت ما صدقتش ما تقعدت قدام التلفزة 3-4 سوايع ونزاب ونقرا مانيش مصدق. كل ما يزيد عدد كل ما يزيد الفرحة. فوالا يلا نكملوا نوز. اخترت لحظات مؤثرة للزملاء الصحفيين أثناء تغطيتهم للأوضاع في غزة. إذن إصابات نتيجة استهداف مستشفى إدلب الجامعي وسط المدينة، هذا المستشفى الذي يتم نقل المصابين إليهم. مباني سكنية الآن 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 يتم استهداف البرج فلسطين الآن الآن يتم استهداف البرج الآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بقتل الشباب بدا الحقيقه لهنا الصوره باش تكون معناتها واضحه اكثر كي تتفرجوا في الفيديو على خاطر كي جوست عيات ويبكي وكذا. يبدو انه تنزيد فابت الرئيس قيس سعيد من جمله ما قالوا المصابين من فلسطين الى تونس. تونس تساهم في انها تجيبهم وتعمل نقل جوي وتجيبهم جسر جوي اي فوالا باش يحاولوا باش يحاولوا يعاونوا. قلوبنا معهم زاد الصحفيين اللي يحاولوا ينقلوا لانه الارض راهو فما حروب معناتها ربحوها اعلاميا ربحوها بالكذب بغيره. اليوم الحمد لله انه المواطن ولا صحفي وينقل وحقائق تكشف يحصر على البي بي سي سي بي سي وخرج الخبر اللي تحبه وعدد اللي ماتوا قد قد وعدد اللي ما كذا توا كل الواقع معناتها قدامهم. يلا نورس نكملوا مع العائلات اللي خرجوا وهجروا ديارهم. خلينا نسمعوا بعض الشهادات منهم. صحينا الساعة 6 الصبح على صوت صراخ وزعاق اخلوا 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 نزلنا تحت نزلنا تحت لقينا كل عمر في حالة فوضى. الناس تخبط بعضها الدرج نزلت وخدت ولادي الأربعة ورحنا تخبينا هناك. نزل أول شيء أول صاروخ تحذيري بعدين الصاروخ الأول هي لنص العمارة والصاروخ الثاني هي لنص الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. عندي بيجي 15 نفر من وين أنا بدي أطعمهم؟ مين بدي يطعمهم؟ مين بدي يحن علينا؟ مين بدي يفقدنا؟ مين بدي يطلع لنا؟ احنا بنتمنى انه يصير حل سلمي. احنا مش بدنا نضلنا في حروب في حروب في حروب. مش مكان انا مش عارف ايش دونك نكملوا نحكيوا شويه احداث وغيره. اعطيني الدول معناتها فما دول ساندت مباشره فلسطين وهم اقليه للاسف. فما دول جاوا بين الطرفين ودول مسانده واضحه لدوله الاحتلال. من بين الدول اللي كانت مسانده فلسطين تونس بطبيعه الاردن ايران الكويت قطر حزب الله في لبنان وسوريا. بالنسبه للدول اللي تدعو الى وقف العنف بين الطرفين سويسرا المغرب اللي ادعت الى الوقف الفوري للعنف وحمايه المدنيين رغم اللي الشعب المغربي قام بوقفه قدام البرلمان في الرباط يحتفل بطوفان الاقصى وين عبروا على فخرهم بجمله قاعده تتعاود تحيه مغربيه للمقاومه الفلسطينيه. من بين الدول زيد نلقاو تركيا اردوغان زيد فوالا معناتها نحب نسطر على تركيا اللي للاسف في فتره ما برشا اعتبروه قدوه اردوغان معناته برشا وهذا هو وكذا وكذا ايش علينا اردوغان يعني يقول لك امان توقفوا العنف بين دوله محتله وبين الطرفين وكذا يتعامل معاهم بحياد بالليل تبع مول الاثنين تبع وتبربش وكذا دخلت باش نشوف خاطر قالوا انه مطار بن غوريون في الدوله المحتله انه برشا رحلات الغيت وكذا دخلت لك فما معروف فلايت رادار عرفتوا تدخل تشوف يعطيك بالوقت الطيارات أي. نلقى ثلاثة طيارات في الوقت هذاك خارجين من بن غوريون في دولة الاحتلال في اتجاه تركيا اتجاه تركيا زوج طيارات معناها نتاع الخطوط التركية والأخرى معناها النفاق فما نوع من النفاق الخايب باهي المناسبات هذه باش نفيقوا كمان الجزائر سلطنة عمان السعودية روسيا وسويسرا. بالنسبة للدول المساندة لدولة الاحتلال أمريكا بما أن وزير الدفاع الأمريكي أعلن للبنتاغون يتعهد بضمان حصول دولة الاحتلال على اللي تحتاجه الكل للدفاع عن نفسها. فرنسا بلجيكيا أوكرانيا إيطاليا إسبانيا ألمانيا الحلف الأطلسي هولندا ألبانيا تشيكيا بلجيكيا النمسا والهند.
تقريبا هذم اللي عبروا في فتره ما. دونك فما في حمام الشط زاد اليوم الصباح من مكان ذكرى القصف دولة الاحتلال وقفة للوحدات الأمنية محليه الأمن كيهز علامات تونس وفلسطين. عجبوني برشا. خلينا نسمعوا إكستري. الباهي في تونس في كل المجالات متعاطفين حتى في الكرة. البارح قنوات تلفزية بارتاجات الترجي وجمهور الترجي وانا كي دخلت الفيراج تقريبا اغاني الفيراج كل الجمعيات في تونس عندهم غنية على فلسطين. كل الجمعيات معناتها نعديو مقطع صغير نحكيو على الترجي لانه الترجي لعبت نهار السبت وجمهورها غنى بيان سور. مش نعديو بالجمهور لانه مش واضحه. نسمعوا مع بعض. فوالا دونك عملنا بكم دوره نهارين معناتها بين البارح واليوم. وما ننساوش زاد الجندي المصري البطل اللي قتل معناها الناس من دوله الاحتلال المحتلين قتلهم يعني. تحيه ليهم. شوف المواطنين احيانا ضد السياسه العامه نتاع الدوله السياسه كل عرفتم تذكرهم كانوا قبل اكل بلاغات والخطابات اللي فيهم حتى معنى اكل تفهم هل معاذ وانه رغم احتجاجنا واحترامنا فانه لا نترك لا يجي الابيض الاسود نورس بكري على انا حكيت نورس مثلا بكري على المغرب وكذا. انت معناها شوف الجمهور المغربي معناها سياسات الدوله حاجه والشعب حاجه في العالم الكل في العالم الاغنيات اسكتلندا جمهور السلتيك سلتيك الجمهور كما قلت لك اسكتلندا مثلا حيا فلسطين والمقاومه صحيح الجمهور نتاعها يعني كل ماتش رسميا اليونان كيف كيف برشا 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 معناها سياسات الدوله حاجه والشعب حاجه والشعب حاجه خير الله.